موعد تخاف منه. لقاء شغل. حيوان يعيش في مناخ بارد جدا. دبل باندن. شيء يمكن أن نصنع منه القبعة. باص. شيء له حدود. الدولة. شيء قد ينبح الكلب عليه. الشخص الغريب. شيء يمكن أن تصنع منه القبعة. القش. شكرا. حتى إجابتك الأخيرة على السؤال همنا طرحتيه بشكل سؤال. القش؟ قولي القش صح؟ خلينا نشوف الاحتمالات والنقاط اللي جاوبتي عليها. إجاباتك على الأسئلة الخمسة اللي سألناك إياها كانت هي، وخلينا نشوف النقاط اللي جبتيها. سؤال أول، موعد تخاف منه. الوظيفة. قلتي العمل أو الشغل أو الوظيفة، موعد عمل قلتي. أخذتي عليه 23 نقطة صح. السؤال الثاني، حيوان يعيش في مناخ بارد جدا، قلت الباندا، والباندا 5 نقاط. طبعا يعني اكو هواية، قلنا البطريق، اكو الفقمة، اكو الدب، اكو الحوت، اكو هواية اشياء، اكو حتى يعني طيور تعيش في المناطق الباردة في القطب الشمالي أو الجنوبي المنجمد. السؤال الثالث كان شيء يمكن أن تصنع منه القبعة، قلت لي أجلية باس ورجعني عليه، قلت القش. القش جاب لك 18 نقطة. ممتاز ممتاز، يعني رغم أكو بعض الاحتمالات أو الأجوبة أعلى. السؤال الرابع كان شيء له حدود، قلت الدولة، والدولة جابت لك 30 نقطة. نعم الدولة لها حدود، كل دولة لها حدودها. 5، شيء قد ينبح الكلب عليه. الشخص الغريب. قلتي الشخص الغريب. والشخص الغريب صح، ينبح عليه الكلب. 24 نقطة. جبت الآن 100 نقطة، يعني 100 نقطة المطلوبة. تفضلي إذن زينب، خلي نشوف. إذن زينب جابت 100 نقطة، 100 نقطة يعني للرأس جابت. تماماً 100 نقطة، وال 100 نقطة الآن المطلوب من حسين أن يجيبها حتى يحققون الفوز المطلوب. موعد تخاف منه. الغرامي. حيوان يعيش في مناخ بارد جداً. القطب، الدب القطبي. شيء يمكن أن تصنع منه القبعة. الجلد. شيء له حدود. الوقت. شيء قد ينبح الكلب عليه. اللص. ممتاز.